واحد يقول أريد أن أفهم كيف إن عدل الله ورحمته يسمحان أن يتحمل كائن بريء ذنب كائن آخر مذنب، فكيف إن الخاطئ يتلذذ بالخطيئة ويتحمل البريء العقوبة؟ ده الحب الإلهي بقى، ده الحب الإلهي. لكن أنت فيما تتذكر هذا الحب تتألم، كيف إننا سمحت لنفسي إن نجاساتي توضع على المسيح، كيف أنا سمحت لنفسي إن أنا أخطئ وبخطيئتي تألم المسيح وصلب بسببي. ولذلك نحن لما نحتفل بأسبوع الألام بنحتفل بألامنا نحن التي كنا نستحقها والمسيح تحملها نيابة عنه.